اختارت المرأة القبائلية إزيان أو الشويق كطريقة للتعبير عن معاناتها وأحزانها وحتى فرحها، إذ حاولت عن طريقهم التعبير على أحاسيسها وكل ما تعجز عن قوله علنيا. صافية إبرودان وأمينة بن دحمان. إيزيان أو ما يعرف بثيفوغارين من أقدم الطبوع الموسيقية القبائلية والتي تقوم بتأديته نساء القرى جماعيا في الكثير من المناسبات كالأعراس والطهور في إيقاع متناغم وكلمات معبرة تخرج تلقائيا يعبرن عن تجاربهن وحياتهن. إيزيان استخدامي فندي وقت الفرح وقت الطهارة في سليف مدنة وفي سليف نامطوح سليف الدوهم نستخدمي كخام كسليا تشكي عن تسليا شويقنا نزيد خدمت سن في المحنة غير زيان خدمت سن ديفار مارا فرحت مارا مقرت خدمت سن دي ثير النواع أضرح تلمي قاد ثيم الزين داد حوشت تغنيت يناين ساعات تباريح. وهناك نوع آخر من الغناء يسمى أشويق، تقوم المرأة القبائلية بتأديته أثناء قيامها بمختلف الأعمال المنزلية، إذ تحاول التعبير من خلاله على أحاسيسها وكل ما تعجز عن قوله علنيا. مالك كان يتعدي محنا غير في تمطوط ستارا ورفنا في شويق تربي ميسة تترو ما تتشويق في اللاس مالا دي حضارة تزد تمطوط دي تسيا مالا دي كرميسة تعدي غير غورس ما زد تدي تسيا داوي دي شويقا تمطوط مسكيت تنحات تغني ما تخدم شوي مالا ثمكار مرة تحوشو توكا مرة تهزو ميس. إيزيان وأشويق سواء أدتهما المرأة جماعيا أو فرادى، إلا أنهما يبقيان من السبل التي اختارتها المرأة قديما للتعبير عن معاناتها وأحزانها وحتى أفراحها.